ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. زي ما انتم شايفين كده دلوقتي انا تقريبا حاطه البيز، يعني حاطه فاونديشن وكونسيلر وعامله عينيا كده من فوق، لان النهارده هنجرب مع بعض برودكت جديد كريمي من شي جلام. بس الفكره النهارده انا عايزه اجربه وعايزه اقول لكم كمان على كام تركايه كده، او يمكن تركايه تركايتين بس يعني مش اكتر، لكنترول الانف بالذات، خصوصا ان انا عندي يعني زي مشكله صغيره في مناخيري وبداريها بالكونتور. فخليني الاول كده اقول لكم ايه هو البرودكت ده. ده قلم للكونتور الكريمي بس 2 ان 1، يعني في ناحيه كونتور وناحيه تانية هايلايت. هما منزلين منه 4 درجات. اهو ده كده شكل القلم، الناحيه دي كده بتبقى للكونتورنج والناحيه دي للهايلايت. والفكره ان الهايلايت مش هايلايت بمعنى انه بيلمع وبتاع، لا، اللي هو زي لون الكونسيلر كده، بحيث ان انت المكان اللي تغمقيه او تخفيه بالكونتور تبرزيه بالهايلايت اللي هو لونه فاتح. بصوا القلم من جوه عامل ازاي وصغير ازاي او رفيع ازاي. فالمهم شايفين القلم رفيع ازاي. عاده اقلام الكونتور الكريمي بتبقى تخينه شويه او عريضه، بس هم عاملينه رفيع عشان مخصوص كونتور الانف. هو اصلا اسمه فاين لاين 2 ان 1 نوز كونتور اند هايلايتر بن او هايلايت بن، فهم عاملينه مخصوص لكونتور الانف. بس طبعا احنا هنستخدمه لكل حاجه في وشنا عادي جدا. تعالوا كده بقى نفتح تشيسنوت لان هي دي هتبقى احسن، وتشيسنوت دي الدرجه اللي قبل الاخيره على طول. اه الدرجه دي حلوه، دي شكلها طلعه لكم شويه كمان، شايفين دي لونها دافي وغامق بس على لون بشرتي انا هتبقى كويسه برضو. ودرجه الهايلايت بتاعها على مصفر بقى شويه. بس بقى اللي انا عايز اشوفه النهارده هو بيجمنتد قد ايه، كريمي قد ايه، دمجه سهل قد ايه، بينشف بسرعه ولا لا، بيبقع ولا لا، بيشيل الطبقه اللي تحته من الميك اب ولا لا، وسهل في الاستخدام ولا لا، حتى لو رفيع، لان مش شرط ان هو معمول رفيع عشان يبقى سهل انه يطلع سهل فعلا، ممكن الحاجات دي تقلش مننا جدا. طيب ايه بقى انا مشكله مناخيري؟ مبدئيا مناخيري مش صغيره طبعا، وفي نفس الوقت ملهاش، تحسوا ملهاش حدود كده، ملهاش ملامح، هي مدوره كده على بعضها، الجزء ده كده تحسوا ان هو ما فيهوش حدود. غير كده كمان الجزء ده هنا عندي كده عظمتين، العظمتين دول يمكن بارزين شويه عن الطبيعي يعني. فلما باجي احط هنا كونتور في الجنب مكان ما انا حاطه صوابعي هنا كده، العظمتين اللي انا بقول عليهم بالظبط، لما باجي احط الكونتور هنا الكونتور بيبقى شكله عامل كده، يعني بيبقى باين ان في كيرف. فانا لما باجي اعمل كونتور ببين المشكله اللي عندي اكتر، وكنت بعمل كده زمان كتير وانا مش واخده بالي، اللي هو طب ايه الحل بقى، هو من شكل مناخيري كده وخلاص، الكونتور بيبقى عليها كده وخلاص ماليش دعوه. بس بعد كده بقى فهمت شويه وبقيت عارفه الكونتور لما اجي اعمله لمناخيري انا المفروض يتعمل ازاي. فانا دلوقتي هستخدم درجه تشيسنت عشان اللون بتاعها مناسب. بناخد خط هنا كده تحت الحواجب. القلم بيجمنتد جدا فخلي بالكم ما تزودوش منه، لان بصوا من خط واحد اللون بيبان. الخطين اللي احنا بنعملهم تحت الحواجب دول بيدوا رفعه كده للمناخير وطول بيبينها اكتر، يعني ممكن تقصري مناخيرك من تحت هنا بالكونتور، بس لما دول بتعمليهم بيبينوا شكل المناخير احلى. المهم بقى نيجي عند مكان العظمتين، عمري ما هعمل الكونتور في الجنب، يعني انا لو اخدت الخط اللي انا على الرسمه ده وسحبته لتحت كده على طول من الجنب، هنا شكل العظمتين ده هيبان والكونتور هيبقى شكله معرج كده، هيبقى شكله باين مش حلو خالص. بقيت بعمل ايه بقى؟ بقيت باجي فوقها واعمل، يعني بدل ما انا المفروض اعمل الخط هنا بقيت باجي هنا فوق كده وارسم الخط. هنا برضو المفروض العظمة دي مكانها هنا كده انتوا شايفين، فلا هاجي هنا فوقها واعمل، بينزل بخط مستقيم ويبين مناخيري ان هي سلسة ما فيش اي مشكلة. بس فهاجي هنا كده بوصل ده بالنقطة اللي انا عملتها دي قدام كده. بجد القلم بيجمنت مرعب، انا مش هكمل الخط لتحت، انا هرسم الخط من هنا كده. هنا بقى كأني بكمل الخط عادي، بس انا مش هكمل، يعني هعمله هنا كده وابقى اوصل بدول ببعض وانا بعمل الدمج. فشايفين بقيت بعمل الخطين فين؟ مش في جنب مناخيري، لا فوقها شويه، خصوصا كمان من تحت هنا. انا لو عملت الخطين بتوع الكونتور هنا تحت مكان حدود مناخيري اللي باينه شويه هنا كده في الجنب، انا برضو هبرز عرض مناخيري، هيبقى الجزء ده كله فاتح والخطين بتوع الكونتور هنا في الجنب كده، فهكبر مناخيري اكتر. بس فهم دول الخطين كده، ودايما بقفلها من تحت هنا عشان زي ما قلت لكم طولتها من فوق، بس مش عايزاها تفضل طويله من تحت. لو رسمتي الخطين دول هنا كده وسبتيها مفتوحه مناخيرك هتبان كانها مكمله على تحت، فاهمين قصدي؟ فبرسم دي كده وهنا، لان احنا المكان اللي بنحط فيه كونتور هو ده المكان اللي بنخفيه او بنصغره، فلما اجي احط خط هنا تحت والجزء اللي هنا ده يبقى انا برفعها كده، فاهمين؟ بدخل الجزء ده لجوه. نفس الكلام هنا، لو انت مثلا الجزئين دول عندك
واسعين شويه، يبقى حطي لون هنا كده. الجزء ده لما تدمجيه برضو كانك هتخفيه او كانك بتدخليه لجوه شويه. الفرشه اللي انا دايما بدمج بيها الكونتور الكريمي بتبقى فرشه اي شادو، اللي هي بتبقى فلافي كده بس في نفس الوقت مبططه من تحت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هي فلافي اهي خالص بس ملمومه كده عشان تبقى ماشيه مع الخط اللي انا عاملاه بالظبط. وطبعا بدمج في مكانه ما بحركهوش. القلم تحفه، دمجه فظيع. ولون تشيسنت ده على فكره حلو قوي، انا كنت متوقعه هيبقى دافي جدا، لا بس هو لونه محايد مش بارد ومش دافي، ودي ميزه برضو. هاجي هنا وادمج ده على تحت كده، ودول كل حاجه في مكانها. بصوا من قبل ما ادمج الناحيه التانيه مع اني حاطه عليها لون، بس بصوا كده شويه هتحسوا ان الجزء ده هنا داخل جوه شويه عن ده. بس انا الجزئين دول بصراحه مش بعملهم يعني دايما، انا بس بوريكم الحاجات اللي ممكن تساعدكم يعني لو حد عايز يخفيهم. هدمج دول اكتر شويه، ممكن انزل بيهم بس كده سنه. شايفين الخط باين مستقيم ازاي؟ عايزه بقى ده يبان كانه بارز اكتر او يبان اكتر. هنا بقى بيجي دور الهايلايت ده. الهايلايت بقى ده بتيجي تحطيه في الاماكن اللي جنب الكونتور او تحت الكونتور او فوق الكونتور، حوالين الكونتور عامه، عشان يخلي الكونتور نفسه بارز يبان اكتر. فمثلا احنا عاملين الخط ده، يبقى هاجي هنا من الجنب جنبه بالظبط، يوازيه كده هنا وهنا. قلم كريمي تحفة. ونفس الكلام هنا، ونطلع بيه فوق كده عشان ننور الجزء ده. السبعة اللي فوق دي بتنور القوسين اللي احنا عاملينهم تحت الحاجب دول. وهنا خدي برضو نفس الفرشة ونضفيها كويس، او فرشة تانية تكون نفس الفكرة اللي هي فلافي بس مضمومة كده ملمومة، وارجعي بقى ادمجي. هنا احنا ممكن ننزل على تحت عادي لان احنا عايزين الجزء اللي تحت ده كله منور. او هدمج كده على جنب كده. شايفين خط الكونتور هنا برز ازاي؟ باين اكتر. ميزه كمان في القلم، مش بتشيل طبقه الميك اب اللي تحتها، يعني ما حركش الفاونديشن خالص كده. مثلا من الجنب هنا برضو وعلى خفيف عشان ما تمسحيش البرودكت اصلا من على وشك، يعني احنا بندمج بالراحة. اول مكان هنعمله بما انه رفيع كده هنعمل كونتور الشفايف، وتاني ما تزودوش. وهنا فوق الشفايف برضو على الخط الابيض ده. بصوا للجبهة بالنسبة لي انا بحط هنا بس. ليه بقى؟ لان انا جبهتي طويلة شوية، انا وشي على طويل شوية، فلو جيت حطيت كونتور هنا، يعني برضو زمان كنت بحط كونتور هنا في الجنبين وفوق كمان. في الجنبين هنا احنا قلنا الكونتور ده بيخفي، لو جيت حطيت كونتور هنا دلوقتي هيدخل الحتتين دول جوه، فانا كده بطول وشي اكتر. فلا انا دلوقتي عايزه احط كونتور فوق هنا بحيث انه يقصر الجزء ده، كاني بشيل الجزء اللي فوق بس يسيب الجزء ده فاتح عريض فيدي عرض الوشي اكتر، كاني بدوره شويه. فاهمين قصدي؟ نفس الكلام تحت هنا، لما باجي احط الكونتور تحت ده بيبقى عشان مثلا اللغد او حاجه، او عشان احدد الفك. انا مش عايزه احدد الفك، انا برضو عايزة اشيل من طول وشي شوية، فبحط الكونتور على دقني نفسها هنا. الجزء ده، الجزء ده كده بصوا هو من دلوقتي من غير ما ادمجه عشان الطرحة كمان سودة اندمج مع اللبس، فبان كأن الجزء ده مش موجود، كأنه اندمج او اتشال او دخل لجوه، فانا كده صغرت وشي شوية. الحاجة الوحيدة بقى اللي انا بعملها غير العرف، لان تاني انا وشي طويل وكمان ما عنديش خدود، يعني خدودي موجودة بالعافية، فانا المفروض لو انا عايزه ابقى ابرز خدودي او عشان ادور وشي، فانا المفروض اعمل الكونتور بشكل اللي هو الاضحك كده. شايفين الجزء اللي مضلل هنا ده؟ امشي عليه شويه عشان يبين خدودي، بس انا ما بعملش كده خالص. انا بحب الشكل المرفوع اللي هو زي ما بنقول سناتشت كده، فباجي اعمل الخط كده هنا، يعني في عظمه هنا كده، عظمه الخد انا بحطه فوقها على طول شويه، وبيبقى بشكل كده زي مثلث شويه.
انا بحبه كده حتى لو غلط، عشان كده زي ما بنقول اه في رولز وقواعد وبتاع، بس في الاخر اعملي اللي انت عايزاه واعملي اللي بتحبيه واعملي اللي انت شايفاه لايق عليكي. برضو هنا بقى لو انا عايزه احدد الفك، لان انا هنا من الناس اللي ما تقريبا الفك عندي مش باين، فبتيجي العظمه اللي انت شايفاها هنا دي وتحطيها تحتها كده هنا كده، وممكن تنزلي تحت شويه. انا دي مش بعملها عاده، بس برضو بوريكم يعني. هنا بقى هاخد فرشة اكبر شوية، مش زي بتاعة الانف اكيد. الفرشة دي اللي انا دايما بدمج بيها الكونتور الكريمي، وهاجي هنا اول حاجة، وبرضو كل حاجة بدمجها في مكانها. اكيد باين لكم ان الشكل هنا بقى محدد اكتر. انا عملت الظل هنا تحت الجزء ده، فدخل الحتة اللي تحت دي هنا لجوه كده، كأنها بقت داخلة كده، فبقى كأنها متحددة. شايفين؟ بس كده. هنا كان نفس الكلام في مكانها، مش هطلع ولا انزل. وهنا نفس الكلام. القلم دمجه حلو قوي ودرجاته حلوة جدا جدا، وشكله طبيعي قوي خطير. بصوا هنا حتى من غير لسه هنضف دلوقتي، بس شايفين هنا اخد الوش بقى عامل ازاي. بصوا الفرق ما بين هنا وهنا. انا بحب الشكل ده جدا. بس كده اهو دمجته هنا وهنا. هاجي بقى بالجزء اللي هو بتاع الهايلايت او الفاتح، وهاجي تحته بالظبط، وهدمج ده كده على تحت. الخط باين بس هدمجه دلوقتي كده. هرجع بالسبونج وعلى خفيف هدمج الخط ده، خصوصا الجزء ده كده. انا نسيت خالص البق، خليني ادمج ده بالفرشة اللي استخدمتها للمناخير. انا برضو عادة ما بعملش الموضوع ده، بس كده كونتور الشفايف بيدي قلبة كده شوية للشفايف، خصوصا لما بتعمليها من تحت، ولما بتيجي تحطي الروج طبعا بيبان ان هي منفوخه اكتر. بس هو احنا كده خلصنا شرح الكونتور اللي انا كنت عايزه اقوله لكم ده. كده انا خلاص خلصت الميك اب. بصوا شكل الكونتور من غير ما اعيد عليه باي حاجه باودر او حاجه، يعني مزودش اللون بتاعه وثبت وشي، شكله حلو قوي. وكونتور الانف لسه باين، والدرجه بجد عجباني جدا، لان هي مش محمره زياده ومش بارده زياده، محايده فممتازه. القلم بجد خطير خطير، عاجبني جدا. وبس كده نهايه الفيديو يكون خلص. يا رب الفيديو عجبكم، الريفيو عجبكم، التكنيكس كده او الحاجات الصغيره اللي قلتها دي تكون عجبتكم او فادتكم لو ما كنتوش تعرفوها قبل كده. وبس لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو لسه ما عملتوش، ودوسوا على الجرس الصغير اللي جنب كلمه سبسكرايب عشان يجيلكم اول ما انزل اي فيديو جديد. وما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.